بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. سأتحدث إن شاء الله عز وجل في هذا الفيديو أو في هذه الدقائق نداء أو ورجاء وطلب ودعوة إلى كل أستاذ، كل أستاذ أو كل معلم في المدرسة الابتدائية. أنت مطالب أو الدعوة موجهة إليك والنداء موصول إليك بحضور المسيرة الوطنية اللي راح تكون يوم الاثنين 17 فيفري. بارك الله فيكم، لازم نحضره بقوة. قد يتساءل قائل ويقول لماذا هذا المسيرة، على هدف هذا المسيرة. بارك الله فيكم، المسيرة الوطنية هذه اللي راح نديروها الاثنين المقبل 17 فيفري من أجل تغيير الأوضاع، من أجل استبدال الأوضاع اللي راي يعيشها أستاذ تعليم الابتدائي. المسيرة الوطنية هذه من أجل سكوت رهيب اللي راه على الوزارة. عندنا أكثر من شهرين إضراب، أكثر من شهرين احتجاجات، أقمنا الدنيا ولم نقعدها، والوزير مازال ما خرجش ولا تكلم. من قبل كان يقول لنا دولة تصريف أعمال وحتى يجي الوزير، هاو جا الوزير عنده أكثر من شهر مازال ما طلش علينا. وإن كان جميع الأطراف وجميع الفئة تكلموا، تكلم البرلماني، تكلم الإعلام، تكلموا الفنانين، تكلم رئيس الدولة ورئيس الجمهورية والوزير المسؤول الأول في القطاع، مازال ما طلش علينا ومازال ما عطاناش كلمة ومازال ما لم يطل علينا. لذلك هذه المسيرة راح تكون ردا على السكوت اللي راه على الوزارة، كذلك ردا على كلمة رئيس الجمهورية بإهماله للأستاذ. وإن كان أعطانا امتيازات ولا أعطانا عهودات وتعهدات أنه سيلتفت إلينا، ومع ذلك لا زلنا ننتظر هذا التعهدات. كذلك رفض رئيس الجمهورية تغيير البرامج، قال إلى غاية حين، ولا ما على باليش بعد وقت، ولا لا يسمح الوقت الحالي لا يسمح. لذلك هذه المسيرة الوطنية راح تكون من أجل تغيير البرامج وتغيير المناهج. هذه المسيرة الوطنية راح تكون من أجل التصنيف اللي رانا في ذيل التصنيف، وإن كان المرسوم الرئاسي صدر عنده سنة 6 سنوات ومازال ما طبقش. المسيرة الوطنية هذه من أجل أن نثبت ونوصل أصواتنا ومطالبنا للحكومة وللدولة وللشعب وللرأي العام. المسيرة الوطنية هذه حتى نثبت ونقول أننا مازلنا صامدين، مازلنا منتفضين، مازلنا محتجين. المسيرة الوطنية هذه حتى تسمع الدولة وتسمع الحكومة ويسمع أولياء التلاميذ ويسمع الرأي العام أن أساتذة التعليم الابتدائي رم مظلومين، رم مقهورين، رم مقهورين ماديا، الراتب 33,000 دينار جزائري، رم مقهورين في التصنيف، تصنيف 11، وإن كان ناس في قطاعات أخرى عندهم ليسونس رم أفضل منا في التصنيف. من أجل الحجم الساعي، أستاذ يخدم 30 ساعة في الأسبوع. المسيرة الوطنية هذه حتى نثبت أنفسنا وحتى نوصل كلامنا ونوصل مطالبنا للحكومة وللدولة ولأولياء التلاميذ وللرأي العام وللمجتمع الدولي. هذا المسيرة لابد أن نحضرها بقوة. بارك الله فيكم، كاين مجموعة من الأساتذة والمعلمين اللي ما على باليش تراجعوا لما داروش أصلا الإضراب من الأول. كاين اللي حجة تاعو مثلا ما عجبوهش المنسقين، كاين واحد المنسقين ما عجبوش، ولا انا مثلا انا ولا منسق ولايه اخرى ولا ما عجبوش، يقول لك ما نديرش هذاك ما عجبنيش ومانيش عارف. يا اخي بارك الله فيك، هذا المنسقين راه متطوعين، ما كاش ما صبناش اللي يتكلم، تطوعنا احنا ورانا نتكلموا ورانا نوصلوا كلامنا ورانا اضرابنا احتجاجنا من اجل المطالب ومن اجل الاوضاع، ليس من اجل الاشخاص. الناس اللي تحتج بالاشخاص وتحتج بالمنسقين وما تفاهموش وكذا، يا اخي اضرابنا واحتجاجنا والمسيره تاعنا هذه من اجل المطالب، من اجل تغيير الاوضاع، من اجل ان نوصل كلامنا. ابحث عن حجه اخرى واحتج بها، ماكش حاب تدير اضراب ولا ماكش حاب تدخل معنا، ما تحتجش بالاشخاص، ابحث عن حجه اخرى وما تديرش الله يسهل عليك. بصح باش تحتج بالاشخاص وتقول فلان ولا المنسق الفلاني، هذه حجه واهيه، لانه اضرابنا ومطالبنا وصمودنا ليس من أجل الأشخاص وإنما من أجل المطالب. كل أستاذ راه مضرب، مش مضرب من أجلي ولا من أجل المنسق، بل راه مضرب من أجل المطالب، من أجل الأوضاع الكارثة اللي راه يعيشها. لذلك الناس اللي تحتج بالأشخاص هذه حجة واهية، ابحثوا عن حجج أخرى. بارك الله فيكم، باش تبروا تراجعكم وباش تبروا غيابكم.
كذلك بعض الناس راهي تحتاج انه هذا الاضراب ولا هذا الاشخاص اللي راهم يدعوا لهذا الاضراب هذو يحوسوا على المصالح تاعهم ولا يحوسوا على التسييس، عندهم اهداف ولا عندهم جهات خاصه تدفع بهم. حنا لا نريد اي امتيازات وليس لنا اي جهه تدفعنا ولا نريد اي مصالح، رانا نصرفوا من جيابنا اشياء شريناها من جيابنا، تنقلنا من جيابنا، صرفنا اموال وضيعنا اوقات من اجل ان نوصل كلامنا ونوصل مطالبنا ونمثل اساتذه التعليم الابتدائي متطوعين. من يرى انه افضل منا ويريد ان يتطوع يتفضل ونديروه على راس القائمه ونديروه هو الممثل تاعنا ونسيروا خلفه. لذلك اللي راهم يحتجوا ان هذا الاضراب سياسي هذه كذلك حجه واهيه. لا نريد اي سياسه، لا نريد ان تتدخل في السياسه، ليس لنا علاقه كليا بالسياسه. اللي راهم يقولوا حوسوا يديروا، حنا ما دخلناش المطالب تاعنا في امور السياسه، ولو كاين عينا نديروها في السياسه كون دخلنا المسيره تاعنا درناها بالجمعه ولا بيوم الجمعه ودخلناها ودرنا ذي في ذي. حنا ما عندناش مطالب سياسيه وماناش حابين ندخلوا في السياسيه، هذه امور اخرى. اللي عنده اتجاه في ذي الامور كل واحد ربي سهله. حنا مسيرة تاعنا هذه مسيرة أستاذ التعليم الابتدائي، لذلك إن شاء الله عز وجل راح نديروها تكون بالمآزر، ماذا بينا كل أستاذ يجي يحضر يجيب المئزر تاعو باش تبان بلي أساتذة التعليم الابتدائي. بارك الله فيكم، ليس لنا دخل في السياسة، لا نريد أي مطالب سياسية، لا نريد أي أمور سياسية، حنا نريد إيصال الصوت تاعنا، نريد أن نبين للدولة وللحكومة والأولياء التلاميذ وللمجتمع أن أستاذ التعليم الابتدائي راه محقور. راه محقور في التصنيف، راه محقور في الحجم الساعي، راه محقور في الراتب اللي 30,000 دينار جزائري، راه محقور في تسلط وهيمنة وظلم بعض المدراء والمفتشين، أقول بعض لأنه كاين مدراء خوتنا وبارك الله فيكم والمفتشين اللي نشكروهم لهم كل احترام وتقدير، إلا أن هناك بعض المدراء وبعض المفتشين اللي راهم متسلطين على الأستاذ واللي راهم مارسين عليه الظلم ومارسين عليه الحقرة، هذو نحوسوا نكسروا هذا الظلم، بارك الله فيكم. المسيرة تاعنا ليس لها أي علاقة بالسياسة ولا نريد أمور سياسية ولا نريد لا دخلنا في الأمور السياسية. حنا يا أساتذة التعليم الابتدائي رانا مضربين، رانا محتجين، رانا منتفضين، راح نديروا مسيرة وطنية يوم الاثنين المقبل 17 من أجل أن نوصل مطالبنا، من أجل أن تسمعنا السلطات، من أجل أن تسمعنا الوزارة، من أجل تغيير الأوضاع اللي راه يعيشها أستاذ التعليم الابتدائي. لذلك اللي راهم يقولوا انتم تاع سياسه وانتم عندكم اغراض هذه كذلك حجج واهيه. لا نريد اي اغراض، ليس لنا اي مصالح، نريد تغيير اوضاع استاذ التعليم الابتدائي. وكلامي بالدرجه الاولى في الولايه تاعي ولايه عين دفله، انا لا اريد اي امتيازات، لا اريد اي مصالح، ما عندي حتى اغراض. رانا نتكلموا ورانا نوصلوا اصواتنا وكلامنا من اجل تحسين اوضاع استاذ التعليم الابتدائي. اللي حاب يتكلم معنا ويساندنا ويكون معنا اهلا وسهلا، حاب هو يمثلنا اهلا وسهلا. لذلك بارك الله فيكم، من يقول انكم تاع سياسه احنا خاطينا السياسه، بارك الله فيكم، ما تتهموناش بامور نحن براء منها، لذلك لا تحتجوا بحجج واهيه. لذلك ندائي في الولايه تاعي ولايه عين دفله اساتذه التعليم الابتدائي، انتم مطالبون بحضور المسيرة الوطنية اللي راح تكون الاثنين المقبل 17 فيفري. كذلك ندائي ورجائي ودعوتي إلى كل أستاذ في التعليم الابتدائي عبر القطر الوطني، لازم هذه مسيرة وطنية ماهيش وقفة ولا إضراب، بارك الله فيكم، لازم نحضروا بقوة، بارك الله فيكم. الوقفة ولا هذا المسيرة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي لازم يكون الحضور مشرف، بارك الله فيكم. كل أستاذ وكل معلم في التعليم الابتدائي راه يعيش الأوضاع الكارثة، راه يعيش تسلط وظلم المدراء، راه محقور في الراتب اللي رانا نخصه 30,000 دينار جزائري، راه محقور في التصنيف، راه محقور في الحجم الساعي، راه محقور في كثير من الأمور. أنت مطالب والدعوة موجهة إليك وأنت ملزم بحضور هذا المسيرة الوطنية اللي راح تكون يوم الاثنين، بارك الله فيكم. موعدنا يوم الاثنين أساتذة التعليم الابتدائي في الولاية تاعي ولاية عين دفلة، بارك الله فيكم، ماذا بكم تشرفونا. كذلك كل أستاذ في كل ولاية ماذا بكم تشرفونا وتحضروا معنا هذه المسيرة الوطنية التي هدفها الأول إيصال أصواتنا للوزارة وللحكومة وللشارع وللمجتمع، هذا هو.
باش نبينوا المطالب تاعنا ونبينوا بلي مازلنا صامدين، مازلنا منتفضين، مازلنا مضربين، مازلنا محتجين. بارك الله فيكم، رانا محقورين. أساتذة التعليم الابتدائي ما تتخاذلوش، ما تتراجعوش، رغم الضغوطات اللي راهي تمارسها بعض المديريات، رغم الضغوطات اللي تمارسها بعض المفتشين، وراهي تمارسها بعض المدراء وبعض الجهات، لازم ما نفشلوش، لازم ما نخذلوش بعضنا بعض. هذه المسيرة الهدف منها إيصال أصواتنا، وحتى نثبت أن رانا مجتمعين ورانا متفقين ومازلنا محتجين، مازلنا مضربين. لذلك كل أستاذ وكل معلم في المدرسة الابتدائية، سواء جديد ولا قديم، سواء مكون أو رئيسي ولا أي تصنيف ولا أي درجة ولا أي رتبة راك فيها، أنت مطالب بالحضور معنا في الوقفة وفي المسيرة الوطنية اللي راح تكون يوم الاثنين المقبل 17 فيفري، انطلاقا ولا اجتماعا من أمام الوزارة الأعلى. من مكان سيكون أمام الوزارة أو إن تم تغييره سنخبركم بذلك. لذلك وجميع الفئات، حتى المدراء، حتى المفتشين، حتى اي موظف في التربيه راح يستفاد معانا في هذا الاضراب، وراح يستفاد معانا من هذا المسيره. بارك الله فيكم. لذلك كل استاذ وكل معلم في المدرسه الابتدائيه وجب عليك انك تحضر معانا هذا المسيره الوطنيه من اجل تغيير الاوضاع، من اجل تغيير التصنيف، من اجل تخفيض الحجم الساعي، من اجل تغيير واستبدال البرامج والمناهج الدراسيه اللي رانا كل يوم نكتشف فيها اخطاء. بارك الله فيكم، احضروا بقوة، شرفونا، ما تتخاذلوش، ما تحتجوش بحجج واهية. مسيرتنا ليست من اجل الاشخاص، مسيرتنا ليست من اجل السياسة، مسيرتنا ليست لاي غرض او لاي هدف، مسيرتنا من اجل ايصال صوت وكلام معلم الاستاذ الابتدائي. بارك الله فيكم، احضروا بقوة، شرفونا، خاصة أساتذة التعليم الابتدائي في الولاية تاعي، ولاية عين دفلة. بارك الله فيكم، أحضروا بقوة، شرفونا كما ستحضر جميع الولايات. بارك الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.